الاجتماع اكيد هو مهم، واتكلموا الحقيقه الساده الوزراء عن ملفات مهمه جدا 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 في ظل طبعا معطيات، سواء على الملف وزاره الموارد المائيه والري او حتى وزاره الاسكان وفقا للمستجدات والتطورات. اعرف من حضرتك يعني ما قالت اليه هذه الاجتماعات، وان كان هناك بيان مشترك خرج عن الوزارتين، وملامح المرحله المقبله في ظل التعاون بين يعني هاتين الوزارتين الهامتين. بالتأكيد يا فندم، زي ما حضرتك ذكرت ان هو في ظل المتابعة المستمرة بين والتنسيق بين الوزارات المعنية بالشأن المائي بصفة عامة، وخصوصا كمان بنتكلم عن التحديات المائية اللي احنا بنواجهها، تم وضع استراتيجية قومية للمياه، ودي خطة عشرينية من 2017 تنتهي ل 2037، واتكلمنا عنها قبل كده بكتير، من ضمنها اللي هو تنمية الموارد المائية وكمان ترشيد المياه. وعلى هذا الأساس تم العقد بالأمس اجتماع ما بين الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائيه والري، والدكتور عاصم جزار وزير الاسكان والمواطنه والمجتمعات المدنيه، اللي كان بيركز في المقام الاول على التنسيق او استمرار التنسيق ما بين الوزارتين علشان ازاي نقدر ننفذ الخطط الموضوعه بالفعل، ومن ضمنها التوسعات المستقبليه. نعم. اللي التوسع في محطات التحليه تحليه المياه اللي الفتره الجايه هنعتمد عليها كمورد مهم للمياه او للمواد المائيه، وخصوصا المحافظات اللي انها تعتمد عليها بشكل نقدر نقول كامل خلال الفتره الجايه، يعني اللي هي حتى 2037 زي ما ذكرت لحضرتك، ان المحافظات التحليه تعتمد على المياه المحليه في توفير المياه. طيب اكيد يا باشمهندس محمد، موضوع سد النهضه وما قالت اليه اخر التطورات كان بيلقي بظلاله، وانا اكيد مش هتكلم عن خطه استراتيجيه ألا ما أكون واقف على أرض ثابتة واتكلم على كميات مياه المفروض بتجنة من عدمه. إزاي الموضوع ده كان مؤثر على هذه الاجتماعات، وعلى أي أساس بنيت الاستراتيجية العامة للوزارتين؟ هو المؤكد ان مياه نهر النيل هي بتمثل حوالي 97% من الموارد المائيه اللي بنعتمد عليها بشكل كامل لتوفير احتياجاتنا المائيه، وبالتاكيد هي تمثل العصب المياه اللي بنستخدمها. ولكن في ظل سواء سد النهضه او تحديات جديده بتضاف الينا او لا، احنا بالفعل التحديات موجوده، وهنا اللي كنا حريصين الدوله انها تنفذ الكثير من المشروعات علشان تقدر انها تواجه التحديات دي. وعلى سبيل المثال للحظ برضو ان احنا ازاي نستفيد من مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي، ونعمل لهم معالجه ثنائيه وثلاثيه علشان نقدر نستخدمهم في الزراعات، وخصوصا الزراعات الشجريه. ازاي كمان نرشد المياه من خلال استخدام او زياده استخدام وتوفير حاجه بنطلق عليها القطع الموفره في الاستخدامات المنزليه او غيره، علشان تقدر كمان توفر من 40% ل 45% من المياه المستخدمه لدى المواطنين. فزي ما حضرتك ذكرت بالتاكيد هناك تحديات بتجد علينا، اللي من ضمنها يعني سد النهضه وغيره من القضايا المثاره حاليا، اللي اعتقد ان شاء الله قادرين احنا نتعامل معاها بشكل او باخر باذن الله. انا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزاره الموارد المائيه والري كنت معانا هاتفيا، بشكرك.